ومعنا هاتفيا من لندن سيد صباح الخزاعي الأكاديمي والسياسي العراقي. مرحبا بك سيد صباح. بداية، في تقرير لمجلة بيزنس انسايدر الأمريكية أكد هذا التقرير أن إيران حولت العراق إلى كيان واحد يخدم تطلعاتها في المنطقة. من المسؤول برأيك عن سيطرة إيران وتمكينها في العراق على مدى السنين الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هم الامريكان، يعني هم عندما احتلوا العراق وسمحوا لايران بالتمدد وسمحوا لايران بان تنفذ اجندتها بالاستحواذ على العراق، وايران تستثمر في المناطق العديله، المناطق الفاسده، المناطق الفاشله، والعراق دوله فاشله. وبالتالي الامريكان هم المسؤولون، يعني تحركات الحشد الشعبي في كل الحروب التي خاضها داخل العراق كانت في غطاء امريكي. واخر تقرير يعني كان اعتراف واضح بان كل العمليات التي حدثت في غطاء امريكي وباوامر امريكيه، وعندما يتوقف القتال على حدود مثلا صلاح الدين او الفلوجه او نينوى باوامر من الامريكان، وعندما يتم معاوده القتال يعني التمشيط الجوي تتقدم قوات الميليشيا، وبالتالي الامريكان هم المسؤولون على ما يحدث في العراق، وخاصه عندما تصعد هيمنه الميليشيات الطائفيه التابعه لايران. نعم. ايضا هذه المجله الامريكيه اكدت ان هناك 44 ميليشيا في العراق تخدم اهداف ايران مباشره. الى اي مدى اذا تمتلك ايران عبر هذه الميليشيات المبادره في العراق؟ هي يعني نحن يعني حساباتنا احنا هي اكثر من 100 ميليشيا وليس فقط 44. نعم. لكن يبدو لي يعني حتى معلوماتهم يعني مضلله، يعني شنو 44؟ هو في عظمه لسانه حيدر العبادي قال هنالك اكثر من ميليشيا غير رسميه، يعني خارج الحشد الشعبي، فما بالك بالميليشيا اللي هي داخل الحشد الشعبي. نعم. هذا يعني حقيقه تضليل وخلط للاوراق. الوضع هو انه يعني هنالك حسم، اما مألشه الدوله العراقيه واما ان يكون هنالك جيش نظامي دستوري، والجيش هو سور للوطن، والجيش هو عباره عن يعني رمز من رموز السياده. لكن في العراق ليس هنالك سياده، هنالك احتلال امريكي واحتلال ايراني مبطن، بل هو على العلن حقيقه يعني. نعم. اما الجيش الشعبي يعني حصر سلاحه ويد الدوله، فهذا حقيقه ضحك على العقول، واعتقد يعني كلام حق يراد به باطل. العمليه ليس بهذه السهوله على الاطلاق، يجب ان يكون هنالك توافق ويكون هنالك ضغط امريكي واضح. نعم. لردع هذه الميليشيات التي تعيث بالارض فسادا في العراق. ايضا الصحافه الامريكيه تناولت موضوع ميليشيا بابليون التي استخدمتها ايران للسيطره على المناطق المسيحيه خصوصا في شمال العراق. كيف يمكن ان نفهم ان ينضم فصيل مسيحي للعمل تحت اجنده هذه الميليشيات الايرانيه؟ ليس غريبه، يعني شخص يدفع له يعني المال الحرام ويشكل ميليشيا بحجة على اساس انه شيء الحشد الشعبي هو ليس حشد طائفي بين قوسين شيعي صفوي. وهذه يعني حتى هنالك بعض المجاميع ما يسمى بين قوسين السنه داخل الحشد الشعبي، هذول كلهم عملاء ينفذون. انا كل شخص يعمل بالحشد الشعبي، كل شخص يعمل بهذه الحكومه، حكومه حيدر العبادي، انا اعتبرها حكومه صفويه بامتياز. لا فرق عندي سواء كان مسيحي او سواء كان كردي او سواء كان شيعي او سواء كان سني، على الاطلاق كل من ياخذ راتبا بوظيفه سياسيه او وظيفه ميليشياويه على الاقل، دعنا يعني نستثني الجيش بين قوسين اذا اكو هنالك جيش، لنقل اكو بعض الوحدات الجيش يعني. نعم. يعني بخصوص موضوع المسيحيين، النائبة وحيدة ياقو شكت من عمليات استهداف وتهجير المسيحيين، وقالت إن مسيحي سهل نينوى مثلا لا يستطيعون ممارسة شعائرهم بسبب ميليشيا الحشد. ما دلالات هذه الممارسات التي تنتجها ميليشيا الحشد ضد باقي شرائح المجتمع ليس المسيحيين وحدهم؟ هي حقيقة من غرائب الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق هي استهداف الأقليات، هذا حقيقة لحد الآن الموضوع غامض، حتى عند المحللين العرب أو المحللين المحايدين يعني تبقى قضية ملاحقة
الأقليات في العراق وخصوصا أهلنا المسيحيين والإيثيين وغير ذلك والشبك والصابعة، فشيء غريب يعني أنا لا أفهم ماذا يريدون يعني. إذا أنا أعرف هنالك يعني كما يقول لك تشيع صفوي يريد أن يسيطر على المنطقة بالعراق، لكن هذه الأقليات ما ذنبها؟ لماذا يتم ضربها في كل المناطق؟ لماذا هذا الاستهتار وهذا الاستهجان بهذه الأقليات التي صار لها آلاف السنين هي بالعراق؟ حقيقة لا نفهم هذه الأجندة. يعني لا أعرف يعني تخدم إسرائيل، تخدم أمريكا، تخدم إيران، لكن في نهاية المطاف هو عملية تشتيت الشعب العراقي. لا يريدون للشعب العراقي أن يكون بعافية، لا يريدون وحدة الشعب العراقي، لأن إذا اتحد الشعب العراقي طبعا سيرفض كل الاحتلالات الأمريكية والإيرانية وغير ذلك. هذا هو يعني طلب الهدف. شكرا جزيلا لك من لندن هاتفيا سيد صباح الخزاعي الأكاديمي والسياسي العراقي.